سيدنا آدم عليه السلام، قصص الأنبياء. السلام عليكم يا بطلت نور الجنة، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحكي مع بعض النهارده قصة سيدنا آدم. سيدنا آدم يا حلوين هو أول واحد ربنا خلقه. خلقه من ايه يا حلوين؟ من طين، ونفخ فيه من الروح. ونفخ فيه من ايه يا حلوين؟ من الروح. طيب ليه أبونا آدم سمي بأول بشر؟ ليه سمي بأول بشر يا حلوين؟ قلنا عشان هو ايه؟ ابو البشر، ابونا كلنا، هو اول واحد ربنا خلقه، والبشر دول كلهم من ذريه سيدنا ادم عليه السلام، من نسل سيدنا ادم عليه السلام. ماشي يا حبايبي؟ طيب ربنا قال لسيدنا ادم سكنه وقعده فين؟ في الجنه. قعده فين يا حلوين؟ في الجنه. ربنا قال لسيدنا ادم بعد ما خلقه اقعد في الجنه يا ادم. وجي ربنا لقى سيدنا ادم قاعد وحيد في الجنه، عمل له ايه؟ خلق له مين؟ امنا حواء. خلق له مين يا حبايبي؟ امنا حواء، عشان يقعدوا مع بعض في الجنه. سيدنا ادم كان نايم وقام من النوم، لقى في حد جنبه، قال لها انت مين؟ قالت له انا حواء. قالت له ايه؟ انا حواء، ربنا خلقني عشان نونسك في الجنه. بعد كده يا حلوين ربنا كرم سيدنا ادم وعلمه. كرمه ايه؟ وعلمه، كرمه وسكنه في، خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وسكنه في الجنة، وخلق له ايه؟ امنا حواء. علمه، علمه ايه يا حبايبي؟ علمه اسماء الطيور واسماء الحيوانات والاشجار، وقال له دي السماء ودي الارض، وعلمه اسماء كل حاجة موجودة. ربنا حلوين قال للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا لمين؟ لآدم. كل الملائكة يا حبايبي سجدت لمين؟ لسيدنا آدم عليه السلام. سجد لمين يا حبايبي؟ لسيدنا آدم. إلا واحد بس مرضاش يسجد لسيدنا آدم. عارفين هو مين؟ مين مركز معايا يعرف هو مين؟ إبليس. مين يا حلوين؟ إبليس شطار. طيب ربنا قال له يا إبليس اسجد لآدم. جيب لي إبليس لأ مرضاش، أنا نسجد لآدم ليه؟ ده أنا أحسن منه. أنا أحسن إيه؟ منه. ده أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، أنا مش هنسجد له. جه ربنا زعل من إبليس وقال له أنا زعلان منك عشان ما بتسمعش كلامي. ينفع كده اللي إبليس عمله؟ لا طبعا ما ينفعش. في حد ما يسمعش كلام ربنا؟ لا، إحنا شطار أحسن من إبليس، بنسمع كلام ربنا، صح؟ برافو عليكم. جه حلوين إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له يا إبليس اطلع من الجنة، أنا زعلان منك واطلع من الجنة. جي بقى ايه يا حلوين، نيجي هنا ايه؟ سيدنا آدم قعد في الجنة وقال ايه؟ ربنا قعده في الجنة وإبليس طلع من الجنة. إبليس بقى زعلان ومتضايق، ازاي آدم يبقى في الجنة وأنا نطلع منها؟ ازاي آدم يبقى فاهم في الجنة وأنا نطلع منها؟ يعمل ايه إبليس؟ عايز بقى يعمل ايه؟ خطة ان هو يطلع سيدنا ادم عليه السلام من الجنة. جاية حلوين ايه؟ ربنا كان مع سيدنا ادم وقال له كل من كل حاجة في الجنة ما عدا الشجرة ده، هي ادم ما تاكلش منها. دي بقى ابليس ايه؟ قال ايوه انا عرفت هقول ايه لادم عشان يطلع من الجنة. قال له يا ادم، يا ادم انت عارف ربنا قالك ما تاكلش من الشجرة دي ليه؟ قال له ليه؟ قال له عشان يطلعك من الجنة، انت لو كلت من الشجرة دي يا ادم هتني قاعد في الجنة. يا نهار ابيض على ابليس، يا نهار ابيض على الخطة بتاعته عشان يطلع سيدنا ادم. عايز يطلعه زي ما هو ما طلع من الجنة. جاي يا حلوين ايه؟ سيدنا ادم سمع كلام ابليس وكل من الشجرة. جه ربنا قال له يا ادم، انا مش قلت لك ما تاكلش من الشجرة دي؟ انت ما سمعتش كلامي، انا زعلان منك يا ادم وهتنزل على الارض. يبقى نزول سيدنا ادم فين يا حلوين؟ على الارض. بيجي سيدنا ادم ربنا زعل منه، يزعل خلاص ربنا زعل منه يسكت؟ لا يا حلوين، امال عمل ايه سيدنا ادم؟ يقعد يصلي ويدعي ربنا ويستغفر ويقول يا رب انا اسف، يا رب انا مش هنعمل كده تاني، مش هنسمع كلام ابليس الوحش. يبقى احنا هنعمل زي سيدنا مين؟ ادم. برافو عليكم. وبعدين يا حلوين لما ابونا ادم نزل على الارض، نزل فين؟ في الهند. وامنا حواء نزلت فين؟ في مكه. برافو عليكم. ابونا ادم نزل في الهند وامنا حواء نزلت في مكه،
والاتنين اتقابلوا واتجمعوا على جبل ايه؟ جبل ايه؟ عرفات. جبل ايه يا حبايبي؟ عرفات. ماشي بقى ابونا ادم وامنا حواء اتقابلوا على جبل ايه؟ عرفات. احسنتوا. بعد كده ابونا ادم وامنا حواء اتجوزوا وكانوا بيخلفوا اولاد. لما كانت امنا حواء بتبقى حامل كانت في البطن الواحده كان بيبقى فيها اتنين، ولد وبنت، ولد وبنت، كل مره بتجيب ولد وبنت لحد ما بقينا البشر ده كله. فيعملوا بقى عشان البشر يزيد، ولد وبنت، ولد وبنت. الولد الاولاني ها يتجوز البنت الايه التانيه، والبنت الاولى تتجوز الولد الايه التاني. ماشي يا حبايبي؟ عشان كده ذريه سيدنا ادم انتشرت وبقينا ايه كتير زي ما احنا شايفين دلوقتي. شكرا لكم يا حبايبي. عايزه اجابتكم على السؤال، من هو ابو البشر؟ ابونا ادم. ومنى حواء اتجابله على جبل ايه؟ برافو عليكم. شكرا يا حبايبي، مع السلامه.